توصلت أنت من خلال الاحتراب أو الصراعات بيناتهم أن صدام حسين كان يعني مخدوع في بعض الجوانب؟ نعم. توصلت أنت من خلال الاحتراب أو الصراعات بيناتهم أن صدام حسين كان يعني مخدوع في بعض الجوانب؟ نعم. هناك تسجيل صوتي للفريق صابر الدوري أبو فراس بالمحكمة جابه مو التسجيل؟ نعم. خلينا نسمع حسن سمعه شو يقول بي؟ يقول كنا نكذب عليك سيد الرئيس. نصا نكذب عليك؟ كنا نكذب عليك. هذا الموضوع كان بعد أحداث عام 91 عندما انسحب الجيش من الكويت وتولت دائرة الفريق صابر الدوري عندما كان مديرا للاستخبارات العسكرية. سألت صابر الدوري شنو الدوافع تحدث بهذا الكلام أمام صدام؟ قال انخدعك أو غير دقيقين وياك؟ قلت له بارك الله بيك أبا فراس، أنا زاد احترامي لك وأنت رجل شجاع ولست منافقا،
بقولك للرئيس أن كنا نخدعك؟ لا، بل أن الرئيس أجابه، قال هناك من كان يقول لي نحن نعتب عليك سيادة الرئيس لأنك انسحبت من الكويت وحرمتنا من شرف المشاركة في مقاتلة الأمريكان. خلينا نكمل، خلينا نشوفه هذا حسن، نشوف نسمع التسجيل بصوت صدام. طيب، هذا الاحتراب اللي كان او الصراع اللي كان، تعتقد انت كاستنتاج الى علاقه بالتخلخل الوضع باللي صار بالعراق، الصراع بين الفريق القيادي، لو القرار كان بشخص واحد، الافادات شو تقول؟ مو تحليل سياسي، الافادات، انت تقرا افادات ووثائق. القرار من خلال الافادات فعلا كان من شخص واحد، وقرار الحكم بالدجيل اشار الى ان الرجل الرئيس رحمه الله كان مهيب الجانب، لكن هذا ما لا يعني انه لم يكن يسمع، ولم لا يعني انه كان يتفرد باتخاذ القرار، كان يسمع ويعدل عن قراره، لكن قائد هو قائد، وهذا هو حال القادة.